انا لقيت لك حل هيساعدنا في المشروع بتاعنا. ايه هو؟ احنا برضك لازم نروح نزور برعي في السجن عشان نستفهم منه اكتر. ايه؟ نروح لبرعي في السجن؟ ليه يعني؟ عشان يروح يقول لحماه؟ يا ابني ما تقلقش، برعي ده جدع. وبعدين بقى اللي انا اعرفه انه لا طايق الحاج ولا ابنه. غريبه دي، مع انهم وقفوا جنبه في قضيته. يا عم ده كلام بس كده قدام الناس عشان ما حدش يقول ان هم ما سالوش فيه ولا عبروه. بس بيني وبينك كده انا سمعت طراطيش كلام ان الواد فتحي هو اللي ورا موضوع برعي. عشان يزحلقوا يعني؟ عشان اتجوز البت ورد. ايوه حقيقي يا ابن الايه يا برعي، ده طلع حته نمره. لكن هو مش فتحي طلق مراته غصب عنه؟ ابوه هو اللي حكم عليه، بس يعني يظهر الوقت كده لسه بيحبها. يعني هو ساب النسوان اللي في الدنيا كلها وما لقاش الا طريق تاخد مراته. المهم احنا هنروح لبرعي ونفهم منه كل حاجه عشان لما نسافر نبقى مسافرين على نور. طب افرض يا ناصح بقى العيله الكريمه راحت وطبت علينا. ما تقلقش، احنا هنروح له في زياره خاصه. حكم انا في واحد ظابط صاحبي كده في السجون هيظبط لنا كل حاجه. خمس دقايق وبس. باشا باشا ربنا يكرمك وخليك لينا باشا. ربنا يخليك لينا، ما احرمناش منك ابدا. عاوز اقول لكم حاجه مهمه قوي. والصوف ده بيتنشا على زباين، عاوز يعمل صيت لنفسه. هو عارفك كويس؟ ايه اللي عارفني كويس؟ ده احنا ياما بلبطنا في الميه انا وهو، ده سهرني سهرات يا سلام تطول العمر. طب وبعدين يا برعي؟ ما تقول لنا نعمل ايه؟ عايز اقول لكم حاجه بقى، انتوا تروحوا له وتقولوا له احنا جايين لك من طرف برعي، هيشيلكم من الارض شيل. بس عاوز اقول لكم حاجه مهمه قوي. ايه؟ ما تقول يا برعي. احسن يعني يفتكرنا خايبين ومش قادرين نركب الحكومه ولا البوليس، بعد كده يخاف ويكش مننا ومش هيرضى يدينا بضاعه. المهم يا برعي، انت هتدخل معانا بقد ايه؟ التلت، كل واحد فينا التلت، يعني كلنا قد بعض. طب والفلوس هتوصل لنا ازاي؟ عرفي يكلم حميده، تاني يوم على طول الفلوس توصل لكم وبالدولارات. بس عايز اقول لكم على حاجه مهمه قوي، اوعوا اياكم الخيانه. اوعوا تفتكروا يعني ان انا مسجون هنا متكتف، لا ده ميتي طايل قوي. كلامي بس ده يا معلم برعي؟ هو احنا اول مره نتعامل مع بعض ولا ايه؟ احنا اهم حاجه في شغلتنا دي الاخوه والمجدعه. خلاص يا شقيق، نقروا الفاتحه. عندك مراد؟ ماشي. خد دول. كام دول؟ ده نص اللي اتفقنا عليه. بكوري عاوزين بضاعة نظيفة، نظيفة قوي. طب ما تقبوا بنص المعلوم التاني. يا عم خلص انت بس وبقية فلوسك هتوصلك. ما تاخذنيش يا سحفظي، العملية هتخلص وانتم مسافرين. جرى ايه يا دكروري؟ مش ضامن فلوسك ولا ايه؟ عدم المؤاخذة يا سي سمير، انتم مسافرين في غربة، محدش يضمن الموت من الحياة. جتك داهية في ملافظك. فيها جدع؟ انت هتبشر علينا عشان كم مليم؟ بقول لك يا دكروري، انت هتنفذ العملية بعد ما نسافر بيومين بالظبط، مفهوم؟ وانتوا راجعين بعد قد ايه؟ اطمن، احنا مش هنغيب، بس المهم بقى لما نرجع عايزين نرجع نعزي. طمنوا على الاخر يا بهوات، هتلاقوه نايم في تربته. ازيك يا حاج؟ ازيك؟ ازيك يا حاج؟ يا ساتر الله، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حاج. وبنتك ازاي دلوقتي؟ تمام يا حاج. العيال كويسين؟ بيبصوا ايدك يا حاج. ده ايه ده؟ هو حاج علو؟ اي مين؟ موجود. ايه عمي؟ مالك يا حاج؟ في ايه؟ في ايه؟ الو؟ ايوه. ايه انت بتقول ايه؟ طب انا جاي حالا جاي. الحاج لسه ما طلعش؟ لسه فتح. ايوه الدكتور ما قالش حد. ايه سليمه يا ريتك ما نزلت من عندي يا حبيبي، يا ريتك ما نزلت. اهو بابا حصل ايه؟ بابا حصل ايه؟
ياخد بيدك ربنا يا رب. جد الجد يا ست الكل، والدنيا مقلوبه عنده هنا في المستشفى. انت يامك يا رب جبت لي حقي. انت يامك يا رب. مين اللي ضرب عليه ظهري ولا؟ محدش عارف. ورده يا ورده، انا خايف يتهمونا في ايه؟ ليه يا اخويا؟ هي كل مصيبه هتيجي يحطوها على قفانا ولا ايه؟ ده هما فين واحنا فين؟ ما تقعد يا مرسي، ما تقعد يا خيس، ريح تعالى. لا انا لازم ابقى جنبهم لحد فيهم يفتكر ان انا اللي عملتها. نفسي افرق جربات بس خايفه، خايفه اقول له ان احنا اللي عملناها. ما تعرفش حالته يا واد يا مرسي عامله ازاي؟ اذا كان هيعيش ولا هيموت؟ فين مدني؟ الدكتور بيقول انه في حالة خطر. الراجل ده فداني بنفسه عشان خاطر، عشان خاطر يا حاج. بلاش تتكلم، انا عايزك تستريح. الف سلامة عليك يا اخويا، الف سلامة. الف بعد الشر عليك يا ابراهيم. طيب ممكن بقى نسيبه يستريح؟ يلا يلا تعالوا احنا نقعد بره. يلا يلا يا ام، يلا يا مرض، يلا يا مرض، يلا يا ام. الحمد لله يا بابا، علاء طيب وابن حلال بيحبني. أوه يا مروة، تفتكري ان انا كنت عايز احرمك من الراجل اللي انت بتحبيه واخترتيه عشان تتجوزيه؟ لا يا بنتي، انا بس صراحة صعب عليا ان انت صممتي تتجوزي غصب عني، غصب عن ابوكي اللي ما بيحبش في الدنيا قدك. انا عمري ما عملت حساب للفلوس وللفقر وللغنى. البني ادم عندي اهم من كل دول. وانا ما حبيتش علاء غير لما اتاكدت انه انسان عنده كرامة وانه فعلا بيحبني ومش طمعان في ثروتنا. تعرف يا بابا، من ساعه ما اتجوزنا ما بصش لقرش معايا، بالعكس دايما بيخليني مش محتاجه اي حاجه. طب الحمد لله. طب ده يا بنتي يبقى فعلا انسان كويس، بس يا ترى هو بيقول عليا ايه دلوقتي؟ أكيد الرجل ده جواه بيكرهني أوي. لا يا بابا، علاء ما يعرفش يكره. وبالنسبة يعني لموقفك منه، هو ما زعلش وقال لي كل إنسان ليه ظروفه وحساباته، وأكيد هو عمل كده لأنه بيحبك وخايف عليكي تتمرمطي. وأنا لو كنت في مكانه وعندي بنت زيه كنت أكيد هتصرف زيه بالظبط. طب الحمد لله، ده يبقى بني آدم كويس قوي. وأكيد الرجل ده مخه كبير قوي. ما تتصورش يا بابا لما عرف باللي حصل زعل عليك قد إيه. حتى أنا سألته أنت إزاي زعلان عليه كده؟ قال لي كفاية إنه والدك، يعني زي والدي تمام. تصدق يا بابا، الناس اللي زي دي قلبهم كبير، حبهم بدون أي مقابل، لأنهم عندهم كرامة وكبرياء. مفيش حاجة تشقلب شغلنا وتبوظ حياتنا إلا المدعوق اللي اسمه الحب ده.
مالك يا حبيبي؟ تعبان يا بنتي. طب يا حبيبي أسيبك تستريح. استريح منين حتيك الراحة؟ بس روح انت بقى يا علاء، انت تعبان طول النهار ووراك شغل. وانت هتعمل ايه؟ انا هقعد جنب بابا. ماشي حبيبتي، انت عارفة انا بنام والتليفون جنبي، كلميني اي وقت. مع السلامة يا حبيبي. الله يسلمك. علاء ما تنساش يا حبيبي تتعشى، الاكل في التلاجة. وانت مش هتاكلي؟ ماليش نفس. طب بقولك ايه، هنزل اجيبلك حاجة كده سريعة تاكليها لما تجوعي. لا وحياتي اوعى ترجع تاني. يلا مع السلامة. انت لا اله الا الله محمد رسول الله.